طب احنا طلعنا بقى للجمال بقى والنيل والمنصوره. الله الله، المنصوره بقى اللي هي الجمال كله. اول مره اشوف المنصوره من فوق كده على فكره. وانا اول مره وانا الحقيقه حاجه رائعه. والنيل هناك حلو قوي كمان. النيل هناك يعني واضح من لونه ان هو في محافظه شويه على النيل. يعني اللون نقاء ولونه اللون الازرق ساحر. دايما لما بنشوف النيل مع في اسوان بنتغنى بيه يعني. لكن النهارده لا، النهارده المنصوره جميل، صوره حلوه قوي رائعه يعني. حاجه رائعه الحقيقه. وهي من المنصوره من المدن الجميله الحلوه. واهل المنصوره طبعا كلهم حلوين. معروف ان الجمال هناك في المنصوره عالي طبعا، نسبه الجمال. دايما لما تلاقي واحده حلوه كده بنوته تقول لها ايه ده انت من المنصوره. فطبعا المنصوره اهل الجمال كله، والجمال والرقي كده. هي بلد راقيه وسلوك الناس هناك راقي جدا. المنصوره من المدن الجميله جدا والرائعه اللي في مصر، المعروفه بالجمال، جمال اهلها. فكده بنصبح على اهلنا في المنصوره، نقول لهم صباح الفل عليكم جميعا، ويوم كده يا رب. الجميل في الجوله اللي احنا بنعملها كل يوم ده انها فعلا بتعرفنا الجمهوريه كلها. ممكن في ناس كتير ممكن ما تكونش سافرت، وحتى اللي بيسافروا ما بنسافرش نروح المنصوره، بنسافر حتت معينه. لكن ده خلانا نشوف محافظات كتير، نشوف اماكن كتير في مصر كان ممكن يكون استحاله ان احنا نروح نزورها ولا نشوفها. احنا شفناها مع حضراتكم الحقيقه، ففعلا حاجه جميله يعني.